الرمان من أنواع الفاكهة الخريفية. شجر الرمان هو شجر معمر نفضي، وهي الأشجار التي تفقد أوراقها فصلياً، وقد انتشرت زراعته في الدول العربية لاعتدال مناخها. فوائد الرمان: الوقاية من الأمراض التي تصيب الأوعية الدموية، يعمل على تخفيف حدة مرض السكري. يفيد الرمان في خفض الضغط الدمي المرتفع، يساهم في التخلص من البكتيريا التي توجد في اللثة، ويساهم في حماية الشرايين من خلال منع تصلبها أو تجلطها.